حضراتكم جزء من رسالة السيد بولس الرسول في آية السنوات الأولى الإصحاح الخامس. انظروا ألا يجازي أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض، وللجميع افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع واشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا، إن الأولاد امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. من الشيء الحلو إن في نهضات الكنيسة الإنسان بياخد شحنة روحية حلوة. نشكر ربنا خلال الفترة اللي فاتت سمعنا مواضيع حلوة جدا من الآباء. سمعنا عن علاقة الزوجين لبعضهم، سمعنا عن الإنسان إزاي يغفر لأخوه، سمعنا عن الجدية في الحياة الروحية، مواضيع كثيرة الحقيقة كلمونا فيها الآباء، مواضيع مشجعة جدا. لكن في سؤال بيطرح نفسه، الكنيسة تعمل محضر العذراء، تعمل أسبوع آلام، الإنسان حياته الروحية بترتفع، ياخد شحنة روحية، ياخد جرعة حلوة. لكن ربما تأثير الشحنة الروحية ديت بيبقى إلى حين يخرج بره تخش الكنيسة، ممكن إيه كل ده يروح، ممكن يبقى تأثيره لمدة يوم، لمدة أسبوع، لمدة شهر، وبعد كده تلاقيه بيفطر، بيضرب، بينطفي في جواه الحياة، الحرارة الروحية للحياة. ويمكن القديس بولس الرسول زي ما سمعنا يقول لا تطفئوا الروح. سؤال بيطرح نفسه، أروح عند أبونا وأعترف وبعد كده أخرج مرتاح وبعد فترة أبص ألاقي أرجع إيه؟ أرجع تاني. يا ترى السبب في إيه؟ هل في أنا؟ ولا في الكنيسة اللي بتقدم لنا الطعام الروحي ده؟ إيه السبب؟ ليه الحرارة الروحية بتبرد والإنسان يفطر وتلاقي عمل الروح القدس جواه بينطفي؟ سؤال مهم، ويمكن الموضوع ده لما نيجي نتكلم عن عدم انطفاء الروح القدس أو لا تطفئوا الروح، يعني كأننا هنتكلم على الله نفسه. ويمكن لأهمية هذا الموضوع كنت أتمنى أن أنا أقعد في وسطيكم ونسمع نفتي لما جبريل أو أحد الآباء ونستفيد كلنا، ولكن محبتكم هي اللي دفعتني إن أنا أتكلم النهارده. القديس مكاريوس الكبير يقول إيه؟ القديس مكاريوس الكبير يقول أولئك الذين يكونون أغنياء الروح القدس الذين عندهم الغنى السماوي حقا وشركة الروح القدس في داخل نفوسهم، حينما يكلمون أحدا بكلمة الحق أو حينما يتحدثون بالأحاديث الروحانية ويريدون أن يعزوا النفوس، فإنهم يتكلمون ويخرجون من الغنى والكنز الخاص الذي يمتلكونه في داخل نفوسهم، ومن هذا الكنز يعزون ويفرحون النفوس الذين يسمعون أحاديثهم. الإنسان المفروض يكون هو كنز، كنز من نعمة الروح القدس جواه. ده مطلوب من كل إنسان مسيحي يكون هو كنز، فالروح القدس يكون بيشتغل جواه. إذا الكتاب المقدس بيكلمنا عن إن الإنسان يكون الروح القدس جواه ولا ينطفئ، وكمان أقوال الآباء القديسين. طيب طالما الإنسان مطالب إن هو يكون جواه كنز ويكون في شركة مع الروح القدس، تعالوا كده ناخد لمحة سريعة عن الإنسان نفسه. مين هو الإنسان ده؟
فربنا خلق الانسان زي ما حضراتكم عارفين نفس وجسد وروح. النفس هي اللي بتعطي الحياه للجسد، وده ربنا اتكلم عنه في سفر اللاويين الاصحاح 17 العدد 11 لما قال ان نفس الجسد في دمه، لذلك هو حرم اكل لحم دمه لان نفس الجسد في دمه. وربنا خلق الجسد من التراب في سفر التكوين زي ما حضراتكم عارفين. ونبص نلاقي بعد كده يقول عن الروح ان وجعل جبل الرب الاله هذا ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة الحياه فصار هذا النفس الحياه. النسمة الحياه ديت او الروح البشريه اللي ربنا خلقها في الانسان مش هي الروح القدس. ربما يفهم الانسان ان الروح دي الخالده اللي هتقف قدام ربنا في الاخر ان هي دي الروح القدس، لا، ولكن دي ربنا ميز بيها الانسان عن باقي الكائنات وباقي المخلوقات. ونلاقي القديس بولس الرسول برضه في نفس الاصحاح اللي قريته من شويه، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كامله بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. يعني بيتكلم على النفس والجسد والروح. اذا الانسان فيه ثلاث قوى، نفس وجسد وروح، وكمان فيه الضمير. الضمير دي مشاعر ربنا حطها جوه الواحد علشان يميز ما بين الخير والشر. لكن هل الضمير ده صوت من الله؟ لا، الضمير مش صوت من الله لانه بيخطئ. السيد المسيح يقول سوف ياتي وقت يظن فيها كل من يقبلكم انه يقدم قربان الله. اذا الضمير ممكن يخطئ، ممكن واحد يقتل انسان وضميره مرتاح، وبالتالي الضمير ما ينفعش يقود الانسان للخلاص. طيب هل ممكن النفس؟ هو الانسان نفس وجسد وروح. القديس يعقوب الرسول يقول عن الاشرار انهم نفسانيون لا روح فيهم في الاصحاح 19 رساله عدد 19، نفسانيون لا روح فيهم. طبعا الجسد، هل الجسد ممكن يقود الانسان او ممكن الجسد يقود الانسان؟ القديس بولس الرسول يقول لنا في رساله روميا لان اهتمام الجسد هو موت، اهتمام الجسد هو موت، واما اهتمام الروح فهو حياه وسلام. يبقى اذا برضه الجسد ما يقدرش يوصل الانسان لله، ولا النفس ولا الجسد. طب هل الروح؟ الروح بتعطي الحياه، مصدر الحياه للانسان مع الله. هل الروح خالده؟ القديس بولس الرسول في غلاطيا رساله غلاطيا يقول اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوه الجسد. ويقول ان الجسد اشتهى ضد الروح والروح ضد الجسد. يعني بيدعونا ان احنا نسلك بالروح. الحقيقه السلوك بالروح مطلوب ولكن لوحده مش كفايه. ونظهرها دي بعدين وهتبان. اذا عشان كده بنلاقي اللي بيسلكوا بالجسد القديس بولس الرسول برضه يقول ايه؟ فاميتوا اعضاءكم التي على الارض. ويقعد يبقى الزنا، النجاسه، الهوى، الشهوه الرضيه، الامور التي من اجلها ياتي غضب الله على ابناء المعصيه. وفي سفر الامثال عن اللي بيسلكوا بالروح يقول يا ابني اصغي الى كلامي، امل اذنك الى اقوالي لانها دواء لكل الجسد. فهو فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. ابعد نفسك، ابعد عنك انحراف الشفتين، باعد رجلك عن الشر. اذا ايها الاحباء الجسد ما يقدرش يقود الانسان ولا النفس. والروح، هل الروح الخالده ممكن تخطئ؟ يقول الرسول اسلوبه بالروح، هل الروح الخالده دي ممكن تخطئ؟ الحقيقه اه. طب الدليل؟ في سفر اشعياء يقول ارفع كرسي فوق كواكب الله، اصعد فوق مرتفعات السماء، اصير مثل الله العلي. ده هنا بيتكلم عن الملائكه اللي قال عنهم بولس الرسول اليس جميعهم ارواحا مرسله للخدمه؟ الملائكه ارواح واخطات. وفي سفر الامثال يقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشابه الروح. الروح ممكن ترتفع وممكن تتعالى طالما
هي معهاش قوة تانية هنتكلم عنها. وفي قديس اسمه قديس أباهور بيقول: أنا يوم الرب قلص في الليل، هكذا يجي فلا تؤجل التوبة حتى لا تموت روحيا قبل أن تموت جسديا. إذا الإنسان في حيرة ما بين النفس وما بين الجسد وما بين الروح وما بين الضمير، إيه هي القوة المفروض يجب أن يتبعها في خلاصه وفي حياته؟ عشان كده في شاعر اسمه ليا الماضي قال إيه؟ كان بيت كده يقول: إنني ألمح في نفسي صراعا وعراقا، وأرى نفسي شيطانا وأحيانا ملاكا، هل أنا شخصان يأت هذا مع ذاك اشتراقا، أم تراني واهما فيما أراه لست أدري. الإنسان يبقى في صراع، في صراع ما بين شهوات النفس، شهوات الجسد، واشتياقات الروح نحو السماء، بس لا تضعف. طب الضمير يا ترى ايه اللي يجب ان يقود الانسان؟ علشان كده ربنا اعطانا نعمه كبيره جدا، وهي نعمه وموهبه وقوه الروح القدس، اللي اكد عليها نيقوديموس لما قال له في انجيل يوحنا: ان كان احد لا يولد من الماء والروح لن يقدر ان يدخل ملكوت الله. ما ينفعش بدون الولاده من الماء والروح، الروح القدس في سر المعموديه وسر المنون او سر التثبيت اللي بناخد فيه الروح القدس، ما يقدرش الانسان انه يدخل ملكوت الله. ويكمل كده السيد المسيح: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو الروح. ده الاعجب من كده عن اهميه عمل الروح القدس، يمكن ملاحظه حضراتكم تاخدوا بالكم منها، ان التلاميذ قعدوا مع السيد المسيح فتره طويله قوي، وبعد كده ما لهمش خلاص ينزلوا يخدموا. طب يا رب ده احنا خلاص عملنا معاك اعداد خدمه، ما حصلش. وكان اللي مسؤول عن فصل اعداد الخدمه ده اعظم معلم في البشريه كلها، السيد المسيح نفسه. لا، قال لهم مع ذلك: لا تبرحوا اورشليم حتى ياتيكم المعزي. لا تبرحوا من اورشليم بل ينتظر موعد الآب، ستنالون قوة ما تأتيكم الروح القدس. يا رب يعني لازم يكون فيه الروح القدس جوانا؟ ما تحل الروح القدس عليهم ستنالون قوة. بدون القوة دي الإنسان هتبقى ناقص حاجة. ممكن الروح تتعالى، ممكن الروح تتكبر، ما توصلش الإنسان للرب. يمكن قدست البابا الشيخ السادس يقول عن النقطه دي بطريقه مباشره، يقول احيانا بيخطئ الناس انهم بيجاهدوا في حياتهم الروحيه بدون ما يطلبوا معونه او نعمه الروح القدس. عشان كده عمل الروح القدس داخل الانسان شيء في منتهى الاهميه. وربنا ياكد كمان يقول: متى جاء ذاك على روح الحق فهو يرشدكم الى جميع الحق، يعلمكم بكل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان ينقره، لا يراه ولا يعرفه، وما انتم فتعرفينه لانه ناكس معكم ويكون فيكم. علشان كده كنيستنا خدت هذا التعليم وهذا الايمان وصارت تدعى كنيسة الروح القدس. كل حاجة في الكنيسة تلاقيها بالروح القدس. أسرار الكنيسة لا تسمى أسرار بدون الروح القدس، لأن كلمة سر دي كلمة سريانية معناها إن إحنا الإنسان بينال نعمة غير منظورة من خلال عمل منظور. بينال الروح القدس من خلال الولادة من الماء والروح في جرم المعمودية والميرون أو ضيق أزيد الميرون. بناخد الجسد من خلال الخرز والخمر، وهكذا بناخد نعمة غير منظورة من خلال عمل منظور. إذا الروح القدس هو المهيمن في الكنيسة ككل، في أسرارها، في رسامات الكنيسة، شمامسة، كهنة، أصفة، الروح القدس بيشتغل وبيعمل. وأصبحت الكنيسة تهتم
بان اي عضو ينضم اليها لابد ان يولد من بر المعموديه ايه؟ اولا بالماء والروح. والروح القدس كمان تاثيره كان على شخصيه التلاميذ نفسهم وايمانهم. نلاقي واحد زي بطرس الرسول اللي انكر السيد المسيح ومن امام امراه اول واعظ في الاباء الرسل قام واعظ بعد ميلاد الكنيسه في يوم الخمسين، والعظه بتاعته خلت 3000 واحد يامنوا. ده ايه القوه دي؟ الروح القدس يغير الانسان، يغير الانسان. لو انت طبعك صعب، لو انت مش قادر تغير من طبعك، بعمل نعمة الروح القدس جواك ممكن الإنسان يتغير. طيب قبل ما نتكلم عن الأسباب اللي ممكن تطفي الروح القدس جوا الواحد، تعالوا كده نتخيل اللي عنده خيال واسع أو الإنسان اللي بيقدر يرسم صورة في ذهنه. نتخيل واحد كده الروح القدس عامل فيه ونعمة الروح القدس شغالة فيه، وفي شركة بينه وبين ربنا وبينه وبين الروح القدس. يا ترى الإنسان ده هيكون شكله إيه؟ أول حاجة تلاقيه إنسان عاطي ودنه لصوت ربنا، يسمع صوت ربنا، دايما يقول حاضر الله. واحد زي القديس أبا الرهبان القديس الأنبا أنطونيوس دخل لقى إنجيل بينقال، عطى ودنه للإنجيل. إن أردت أن تكون كاملا فاذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء. نفذ الآية وأسس للكنيسة حياة من ربنا اللي خرجت قديسين وملت الصحراء وقدست الصحراء إيه؟ بالآباء والأرباب. إنسان عطى ودنه لكلام الله، للكتاب المقدس. الإنسان اللي فيه الروح القدس شغال وفعلا بيسمع لكلام ربنا وفي شركة بينهم وبين الروح القدس. احنا الروح القدس جوانا كلنا، لكن مين الروح القدس جواه كتير نشيط وشغال والإنسان إيه بيستجيب ليه؟ تبص تلاقيه يوم ما يقعد مع أبونا وأبونا يقول له لا أنت غلطت في الحاجة الفلانية وتقدر تعتذر وتصلح الأمور، ما يعملش، يقول حاضر. الإنسان اللي فيه الروح القدس لما روح ربنا يدعيه للصلاة ما يأجلش، يقول حاضر. دايما تلاقيه كده موطي عاطي ودنه لربنا ويقول له حاضر يا رب، حاضر يا رب، حاضر يا رب. الروح القدس جواه وفي علاقة سرية بينه وبينه بتقوله للابتلاء اللي بيتكلم عنه القديس مكاريوس فيه. تبص تلاقي الإنسان اللي فيه الروح القدس غني بثمار الروح القدس اللي قال عنها القديس بولس الرسول في غلاطية، محبة، فرح، سلام، محبة. طبعا احنا بنحب الكل، يعني في روح قدس جوايا وفي عمل جوايا يخليني ما غيرش من اخويا لما ربنا يبارك في المال، ما غيرش من اخويا لما ربنا يوفقه في شغلانه حلوه وممكن اكون انا لسه ما بقرعش، ما غيرش من اخويا لما ربنا يوفقه في سكن كويس وانا لسه سكن صغير مثلا. افرح بالخير، المحبة لا تحسد، المحبة لا تظن السوء، المحبة لا تفرح بالاسم، مش في شمال. هو ده الإنسان اللي مليان بثمار الروح القدس، المحبة والفرح والسلام. ما هوش قديم أخويا. يمكن بخصوص موضوع الإدانة كان فيه ناس عايزين خدام يلموا من أجل مشروع معين في الخدمة. فقالوا احنا طب مين اللي هيمول لنا المشروع دوت؟ قالوا احنا نروح للاستاذ فلان ده غني جدا ومعاه فلوس. راحوا، فراح قبل ما يروحوا واحد قال لا بس ده بخيل قوي، مش معقول هيدينا فلوس. قال احنا هنروح ونقدم ربنا ونشوف ربنا يعمل ايه. راحوا، الراجل استقبلوه كويس، وبعدين ابن الراجل ده بيولع شمعة، فولع الشمعة والعود الكبريت اتطفى، فولع عود كبريت تاني عشان يولع الشمعة التانية. أبوه راح زعق له وقال له أنت مش موفر عود الكبريت التاني، بتولع الشمعة برضه عود كبريت، أنت ولعها من نفسك، ولع عود الكبريت من الشمعة الأولانية
بعد كده وانا باقي الشهر الخدام بصوا لبعض قالوا هو ده اللي احنا رايحين هنطلب منه انه يدينا تمويل للخدمه بتاعتنا ويدينا فلوس. فبعدين الراجل قالهم طلباتكم ايه؟ راح قالوا له احنا محتاجين المبلغ الفلاني. قال لهم وماله؟ دي بركه خدوا وعايزين حاجه ثانيه تحت امرهم. بص لهم كده قالوا انتوا استغربتوا عشان انا اتصرفت كده؟ انا بوحداني كبيرتي قدرت اجمع الفلوس دي اللي اقدر اقدم بيها محبه ربنا. فالمحبه لا تظن السوء والمحبه ما تدمش وما تحكمش على الزرع. عشان كده القديس يوحنا الحبيب يقول كلام حلو قوي، يقول عن الانسان اللي فيه روح ربنا كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيئه لان زرعه ثابت فيه. يقول عباره الواحد يقف قدامها ويصمت ولا يستطيع ان يخطئ. يا ايوه، هل انت ممكن تيجي وقت ما تقدرش تخطئ؟ هل ممكن الوقت ده يجي؟ يقول لانه مولود من الله. لهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله وكذا من لا يحب اخاه. ذاته ما تبقاش غاليه عليه. كلمة زعله، كلمة ضايقه، صعب انه يعتذر. في الانسان اللي فيه روح ربنا مش كده. ده طلبته ممكن تتغير. القديس يوحنا كاسيان يقول من غلب طبيعته غلب الطبيعة الإنسانية، ومن غلب الطبيعة الإنسانية صار فوقها، ومن صار فوق الطبيعة البشرية صارت له الطبيعة الملائكية. ممكن الإنسان بعمل الروح القدس فيه تكون ليه طبيعة ملائكية. طيب أمال إيه الإنسان بيخطئ؟ رغم إن إحنا فينا روح القدس. الروح القدس ما يلغيش طريقة الإنسان ولا يرغب الإنسان على شيء، ولكن هو يعمل من مع من يعمل معه، يعمل مع من يشترك معه. علشان كده النار لا تشتعل بدون وقود. فالأسباب اللي ممكن تخلي الإنسان يطفئ الروح القدس، في أسباب من الخارج تؤثر في الضعيف، ثلاث أسباب، وفي أسباب من الداخل من الإنسان نفسه. أول حاجة البيئة الخاطئة، البيئة الخاطئة. ممكن الإنسان من أجل لقمة العيش يعدي كده ويحط نفسه في وسط معصية، يقول أعمل إيه؟ طالما أنت مش قادر تتحمل ومش قادر مش قوي من الداخل، يبقى المفروض الإنسان ما يسيبش نفسه. من الأمثلة اللي توضح الطاغي قوي لوط البار. لوط البار يقول عنه القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية: إذا كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه، البار بالافعال الاثيمه. ممكن الانسان البيئه الخاطئه تعصره وتعذبه بالافعال الاثيمه. عشان كده قالوا الملاك اهرب لحياتك ولا تقف في كل الدائره. اهرب، البيئه الخاطئه. ويمكن الحكايه دي ينضر بيها كل الفئات وبخاصه مين؟ اولادنا. البيئه الخاطئه ممكن ولد يضيع ولد وبنت تضيع بنت والعكس. البيئه الخاطئه ممكن تضر بصوره جامده. ده ممكن داخل الاسره ممكن تكون هناك بيئه خاطئه، زي ما قال الكتاب: وان اعداء الانسان اهليته. ممكن اب ما ياخدش باله ويورث ابنه عادات مش كويسه، او ام ممكن انسان ياخد راحته في البيت ويعمل نفسه في كله بطريقة ممكن تعصر أولاده، وإلى أخره أمثلة كتيرة قوي. لكن ممكن إن الإنسان يبقى أعداء الإنسان أهل بيته. عشان كده يجب تهيئة جو أسري لنمو الفضيلة والبعد عن الجو المعصي اللي ممكن ينمي الرذيلة في أولادنا. يبقى أول حاجة تطفي الروح القدس البيئة الخاطئة. تاني حاجة تأثير المشاكل والأحداث. نبص نلاقي نسمع حاجة مشكلة خسارة أو الإنسان يفقد حاجة غالية في حياته، يبقى واقف كده بيصلي وذهنه شارد شارد
مش قادر يركز، ماشي في الشارع يفكر. المشكلة خدت أكبر من حجمها من حياته، وبقى عمال يفكر فيها، وأي أحداث عمال امتلكت على أفكاره وصارت المشكلة إيه؟ إله قدام نعبده. ويمكن اللي بيدينا درس النقطة دي في الكتاب المقدس دانيال في جزء يسوع يقول إن الله أرسل ملاك وأنقذني، والثلاثة فتية رأوا شبيه الآلهة في وسط الضيقة، شافوا الإيه؟ الله. عشان كده المشاكل والأحداث خد المشكلة مادة للصلاة. أبينا يعقوب أبو الآباء عرف إن أخوه عيسو جاي قبله، ما حاولش يلجأ لحلول بشرية والتعب، ولكن خد هذا الحدث مات للصلاة، وقف صلاة وقال نجيني يا رب من يد أخي عيسو. علشان كده مش لازم إن احنا نخلي المشكلة تطفئ الروح القدس جوانا وتشغلنا عن الحالة الروحية. وكبسط البابا شيلس يقول لو الشيطان شاف إن المشاكل تربكنا وتفقدنا حرارتنا الروحية، فلا مانع عنده من إنه يقدم لينا كل حين مشكلة، طالما لا دي طعم سهل ممكن يفقد الإنسان حياته وحرارته الروحية، خلاص كل شوية هيبعت لنا إيه؟ مشكلة. من الأسباب أو من السبب الثالث، من الأسباب الخارجية اللي بتطفي الروح القدس، كلام الناس. ممكن نطفي، تكون أنت كده متعزي النهارده في القداس أو في العشية أو سمعت عظة عزتك، تخرج بره ممكن كلمة تفقدها كلها. كثرة الكلام لا تخدم المعصية. ممكن الفكاهة غير المنضبطة ممكن تخلي الإنسان برضه يفقد إنهام النميمة كل دوت. علشان كده القديس مقارس الكبير برضه يقول لنا فروا يا إخوة فروا من هذا، فروا من شوقي على اللسان. الشيطان خبيث بيسقط الإنسان بطريقة غير مباشرة. يبدأ الإنسان مع أحاديث ممكن في البداية تكون كويسة ويتسلسل معاه لحد ما بقصة الكلام تخليه يسقط إيه في المعصية. يمكن في بستان الروح يقول كده الشيطان ما يوجهش حرب مباشرة للإنسان، ولكن تبص إيه يتضرر معاه يبعده عن المجال الروحاني بعد كده يهجمه. إذا كان دي الأسباب الخارجية، في أسباب من الداخل ممكن تطفئ الإنسان حياته الروحية أو الروح القدس. الكسل التراخي، فنبص نلاقي الإنسان يكون كسول في السلبيات، في التوبة، في ممارسة روحية، ويكون كسلان في الإيجابيات. عشان كده القديس مارك إسحاق لا تستسلم للتعب وتنام بدون صلاة، ويأكد على الصلاة والجهاد في الصلاة والإنسان يغسل نفسه. عدم الكسل في التوبة والاعتراف، عدم الكسل في التوبة والاعتراف، لأن الكنيسة تؤمن بأهمية سر التوبة والاعتراف. توبة بدون اعتراف ما تنفعش، واعتراف بدون توبة برضه ما ينفعش. عشان كده لازم الإنسان ما يأجلش أو يهملش السر ده. السر ده من الأسرار المهمة جدا اللي بتبقى سرها واضح في حياة الإنسان. تاني سبب بعد الكسل التراخي التقصير في الصلاة، وزي ما قال برضه قداسة بابا إن النار ما تشتعلش بدون إيه؟ بدون وقود. الصلاة هي وقود اللي بيوجب حرارة الإنسان الروحية. عشان كده مهم إن الإنسان ياخد الصلاة ليها قانون، وياخد الصلاة روحانية في الكنيسة. أحيانا يا إخوة بنيجي الكنيسة وما بنصليش، بنشغل بحاجات تانية لكن ما بنصليش. عشان كده الصلاة روحانية. كل كلمة أبونا بيقولها على المسبح أنا أقولها في ذهني معاه وعيشها. يقول ما رجعت بهمة تطفل فلنشكر سواء خيرات، أقعد أشكر ربنا على حاجات كتير. الشمامسة تقول أورم تتهرين يا ملك السلام، أطلب من أجل السلام لبيتي ولنفسي ولكنيستي، أعيش في حياة صلاة مستمرة. الصلاة مهمة، الصلاة اليومية طول اليوم في حديث بيني وبين ربنا.
بقى تصيب الامكان مع كل الاسلحه وليس مع سلاح الصلاه، فانت ايه؟ فقدت كل الاسلحه. اخر سبب من الاسباب الداخليه هي الشهوات العالميه ومحبه العالم، دي بتفقد برضه الروح القدس. الخطيه ممكن تضيع الانسان. قصه صغيره في الكتاب المقدس، لما شعب بني اسرائيل في سفر يشوع وهم في طريقهم من ارض الموعد حقه ليخشوا ارض مدينه اسمها مدينه عاد، بعثوا جواسيس وراحوا قالوا ده مدينه صغيره مش محتاجين ناخد الشعب كله، 2000 3000 كفايه يقدروا ايه؟ يغلبوا. لكن في واحد خان في وسط الشعب اسمه ايه؟ عحان بن كرم. راحوا الحرب، حصلت مفاجاه رهيبه جدا، مدينه صغيره وضعيفه ولكن هزم كانت مفاجاه. ربنا قال في وسط الحرام يا اسرائيل. الخطيه ممكن تبقى انسان بقاله سنين في حياته مع ربنا وتخليه يسقط في خطايا المراهقين والشباب. الخطيه ممكن تفقد الانسان سنين كثيره كان خاطئ مع ربنا. عشان كده نخلي بالنا من ان احنا نعيش مع ربنا لنقاوة في القلب. ببركة القديسة العذراء مريم ومثلث الرحمات قداسة بابا شنودة الثالث والأم جبريل والآباء، ربنا يدينا نعمة وقوة وعمل الروح القدس فينا، وناخد الأيام دي سبب بركة دائمة في حياتنا لله من كل ذنب وكرامة. آمين.